خمس أبراج تتميز عن غيرها بجلب الأموال ومضاعفتها، فهل أنت؟ تتميز بعض الأبراج بقدرتها على جلب المال والثروة ومضاعفتها، وهو ما يجعلها متميزة عن باقي الأبراج. وتشمل القائمة هذه خمسة أبراج، على رأسها برج الجدي. الجدي يجذب المال لأنه يعمل بجدية بالغة طوال الوقت من أجل الحصول عليه. هو يعرف تماما الفرص التي عليه استغلالها، وبالتالي ما ينفك يدفع نفسه حتى حدودها القصوى من أجل تحقيق ما الذي يريد تحقيقه، والذي عادة ما يكون جني المال وتوفير حياة مستقرة ماديا. ثانيا برج العقرب. حين يتعلق الأمر فالعقرب محظوظ للغاية، فهو يجد نفسه أمام فرص جديدة لوظيفة جديدة براتب ضخم، أو فرص للاستثمار في مجالات لم تكن تخطر له على بال من قبل. العقرب عادة هو قائد بالفطر. العقرب لا يقبل بمكانة أقل مما هو فيها، وبالتالي حين يلتزم بأمر ما فهو يلتزم به حتى نهايته، وأكثر ما يريده لنفسه هو جني الكثير من المال واختبار حياة مريحة بكل المعايير. ثالثا برج العذراء. برج العذراء ليس لديه المال كثيرا كما هو حال العقرب، ولا يكترس للمال كثيرا كما حال العقرب والجدي، ولكن برج العذراء يكترث وبشدة لإنجاز الأمور كما يجب أن يتم إنجازها. من المعروف عن العذراء أنه من أكثر الأبراج جدية، وحين يقرر القيام بعمل ما فهو إما ينجزه بشكل مثالي أو لا ينجزه على الإطلاق، فهو لا يرضى بأقل مما هو مثالي. فالعذراء ليس هدفه المال، ولكن هدفه إنجاز العمل كما ينبغي. رابعا برج الحوت. الحوت برج مبدع وعادة يسير مع التيار، وبالتالي فهو يملك قدرة فائقة جدا على التأقلم مع كل المواقف الحياتية أو تلك التي تواجهه في أي مجال كان في حياته. والتأقلم السريع هو سمة من سمات النجاح لبرج الحوت، وبالتالي حين لا تسير الأمور كما خطط لها الحوت فهو يضع الخطط البديلة وبسرعة بالغة، وبالتالي يتمكن من تحقيق النتائج. المقاربة هذه تجعل المال ينهمر على برج الحوت من كل حدب وصوب، ورغم أن المال لم يكن هدفه من البداية، ولكنه لا يمانع أن يعيش حياة رفاهية لأن ذلك يمكنه من القيام بما يحب القيام به، وهو تطوير حسه الفني أو حتى العثور على الوقت والطرق من أجل التعبير عن نفسه بالطريقة التي يحبها ويفضلها، وهي المقاربات الفنية. خامسا برج الثور. برج الثور يحتاج وبشدة إلى المال في حياته، فهو لم يتمكن من إحاطة نفسه بكل الأمور الجميلة وامتلاك كل ما هو باهظ الثمن وعيش حياة الأثرياء والفخامة، فهو لن يتمكن من العيش بسعادة، وبالتالي هو يسخر كل طاقته وكل جديته من أجل العمل لا لتحقيق النجاح المهني، بل من أجل جني المزيد من المال والثروة. في الواقع برج الثور من الأبراج الذي منذ بداية حياتها المهنية تحدد لنفسها هدفا، والذي عادة يكون جني مبلغ ضخم من المال، وهو لا يستكين ولا يهدأ ولا يرتاح له بال قبل أن يحقق هذا الهدف. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جميع الكتب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت.
مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.